أهلا فيكم متابعينا، حلقة جديدة من برنامج شرايها عليا. اليوم معاي مرة ثانية لمياء الحقباني للحلقة الثانية من رحلة التشافي اللي تكلمنا عنها. أهلا فيك لمياء، والحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا بش مرة ثانية في البرنامج. الحلقة اللي فاتت تكلمنا بالتفاصيل عن حالتك الصحية، واللي ما شاف الحلقة اللي فاتت، أنت كان عندك نون هوتشكنز لمفوما واتبعتي طريقة الطب الحديث أولاً، وبعدين قررت أن تتجهين إلى الطب البديل، وكان في عوائق وكان في صعوبات. فاللي ما شاف الحلقة الأولية يشوفها قبل يشوف هذه، لأن نبي نتابع رحلتك، لأن إحنا الحين طبعاً أكيد نعرف، والمشاهد أيضاً يعرف، أن رحلة التشافي من مرض السرطان أو مرض كمرض السرطان مو رحلة تصير بين يوم وليلة، يعني فيها تعب، فيها بحث، فيها يمكن لازم تبحثين حتى في داخل نفسك، تغييرات من نفسك، تغييرات جسدية، تغييرات نفسية، كلها تكلمنا عنها، والحين نبي نواصل معك رحلتك. المرة اللي فاتت عشان بس نعدل الخط الزمني عشان يكون عندنا احنا صورة واضحة، لأن حتى أنا تلخبطت، لأن ما شاء الله عليك يعني سويتي ألف شيء، فذكرينا بس بالخط الزمني. فخلنا نبدأ أولا بالتشخيص، بعدها اتجهتي إلى الطب الحديث وسويتي كيمو، صح؟ اي صح. اوكي، فقالوا لك انه هو سرطان الغدد اللمفاوية. كان عمرك كم في هذاك الوقت وقت التشخيص؟ 27. اوكي، واتجهتي إلى عطوك حلول اللي هي واحدة منهم كانت الكيمو، وخدتي الكيمو صح؟ اي اكملت الكورس كامل اللي هي تقريبا 6 شهور أو 7 شهور of chemotherapy. okay. وراح يعني راح المرض completely بعد ما خلصت من الجرعة، بس بعد سنة رجع لي المرض مرة ثانية في مكان ثاني، هو نفس الكانسر اللي هو سرطان الغدد اللمفاوية بس في مكان ثاني. فلما رجع بعد سنة، بعد سنة من التشافي ولا بعد سنة من التشخيص؟ بعد سنة من التشخيص رجع لي. اوكي اوكي، فكم شهر يعني تميتي على الكيمو أكيد يعني؟ أي تقريبا 6 شهور. فست شهور وبعدين راح، بعدها بست شهور رجع، معناته مو سنة يعني؟ لا لا لا، كملت سنة. أوكي، كملتي سنة ما في شيء، كلير يعني كان؟ أي سنة، كنت كل ما أعمل سكانز ما في شيء، بس آخر سكان سويتها طلع أنه لا، رجع في مناطق معينة. أوكي، بس كملت سنة. أوكي اوكي، فبعدين لما رجع لك المرض مره ثانيه شنو اتخذتي القرار؟ يعني هذه بس عشان نخلص الخط الزمني، هاي كلها تكلمنا عنها احنا في الحلقه اللي فاتت. اوكي، لما رجع لي مره ثانيه انا كنت يعني قاريه كثير عن الطب البديل ومقتنعه، يعني بديت اقتنع فيه. فاول ما سمعت خبر انه رجع لي مره ثانيه، رجع لي اول شيء فكرت فيه انه راح ألجأ للطب البديل، بس طبعا جتني معارضات مره كثيره، وكنت تحت ضغط نفسي يعني كانت ثاني مرة بالنسبة لي أصعب مليون مرة. أكيد من أكيد. إنزين، فمشينا على قدام، فهذه تكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت، فمشينا على قدام، فاتخذتي قرار أن تروحين الطب البديل ورحتي. يعني حتى لما رجع لي مرة ثانية رحت للطب الحديث، بس ما طولت فيه، لما شفت ما في استجابة يعني لجأت للطب البديل. وبعدين قررت تروحين الطب البديل وبحثتي فيك أكثر من مصح، وقررت أن تروحين المكسيك، مصح في المكسيك اسمه Oasis of Hope، ورحتي المكسيك وتكلمنا عن تجربتك في المكسيك. ولما كلمناك آخر مرة كنت تقولين أن الحين كان فات تقريباً 5 أشهر على المكسيك، لازم أرجع للمكسيك. إيه، وكان لازم ترجعين للمكسيك، وقلتي إنه بعيد، وإن اتخذت قرار بروح تايلاند حق دكتور لودي. رحتي ولا ما رحتي؟ هذا السؤال الأول. رحت لدكتور لودي. أنا أصلاً أحب دكتور لودي، يعني من الفيديوز اللي شفتها فكنت متحمسة يعني على تايلاند، والحمد لله يعني كان قرار بالنسبة لي يعني حلو، الحمد لله أخذت القرار ورحت تايلاند بدل المكسيك. ليش تقولين حلو لنا؟ ليش تحسيتي ان قرار احسن ان رحتي تايلاند بدل المكسيك؟ اول شيء المكان مره كان يساعد، طبيعه المكان مره حلو، ما كنت احس اني رايحه مصح اتعالج، كنت كانه رايحه نقاهه يعني. طبيعه مره حلوه، دكتور لودي جدا مفيد يعني، القعده معاه مره، والمكان
على أنا فترة طويلة يعني قعدت هناك تقريبا 6 أسابيع، بس حلو إنه جدولي كان مليان، كان كله محاضرات، كان كل يوم في محاضرات مع دكتور لودي، كان في حصص كل يوم طبخ، نتعلم الطبخ الصحي. فأحس 6 أسابيع هذيك كانت كلها معلومات تهيئني إذا رجعت كيف أعيش. فما أحس ما رجعت محيوسة زي المكسيك، المكسيك ما كنت أعرف إيش آكل. ليش ما علموكم هناك؟ ما عطوكم محاضرات؟ أنا ما أنا المكسيك ما رحت له، يعني عارفة طبعاً هو المصح معروف والطبيب جداً معروف وعنده حالات تنجح كثير، بس يعني غريبة ما يعطوكم محاضرات هناك؟ في بس يعني أقل بكثير، يعني يمكن حضرنا بس محاضرتين لأنه أصلا فترة قصيرة، هي 3 أسابيع. أي صح صح رحتي أقل. فمن ناحية شكل مصح ومصح مقارنة، يعني حلو أن الواحد يكون عندي أحد راح المكانين يعني كمريض حتى. الشكل كلهم يعني لا يعني ما أبغى أحد يتخيل أنه راح يسكن في أوتيل 5 ستارز، يعني المكان جدا بسيط بس مريح، جدا مريح. وحلو وقلتي إن الغرف مقارنة ما كأنها غرف فندق، كأنها غرف مستشفى اللي في المكسيك، سرير مستشفى يعني ولا لا؟ المكسيك سرير كان مستشفى، فهذا اللي كان مو عاجبني، أحس صدقني أنا في مستشفى. تايلند لا عادي، غرفة عادية، سرير عادي، كأنك ساكنة في أي ريزورت يعني. فهذا كمان شيء بالنسبة لي، أنا بالنسبة لي كان مريح، بس في حالات في المكسيك كانت مرة أدفانس، كانت يعني أحس كانوا يحتاجون إنه ينامون في سرير يعني مهيئ لهم، فأحس يمكن المكسيك مهيئ الناس حالتهم أصعب. صح، يعني مو كل الحالات تحتاج إنه يكون واحد كأنه رايح فندق، يعني يمكن أنا لأن اللايف كول اللي في تايلاند شايفته يعني، وهو كأنه يعني في ناس معظم اللي هناك أصلاً رايحين عطلة بس استجمام وديتوكس يعني، فمو كلهم حالات سرطانية. اللي في المكسيك تخصصهم سرطاني يعني، فالوضع يمكن يختلف شوي. فشنو بعد من ناحية من وجه المقارنة يعني شنو؟ فالمحاضرات كانت أكثر، المحاضرات أكثر يعني، كان في محاضرات بشكل يومي، دكتور لودي كل يوم يعطينا محاضرة، كان في دائما زي حصص تأمل، في حصص يوغا، رياضة، إيش كان كمان يعني، حتى يعلمونا إنه كيف نتعامل مع المشاكل لما تجينا أي مشاكل، كيف الواحد يتعامل معها، كيف الواحد يحاول يفصل، لأن هذه كلها أشياء تساعد بالشفاء. هذه أشياء كلها ما لقيتها في المكسيك ولقيتها في تايلاند. والمحاضرات باللغة الإنجليزية طبعا، المحاضرات إيه، وهل كان في هل كان في أحد يساعدك تترجم مثلا ولا شيء؟ ما شفت أحد كان يترجم. أنا الحمد لله أحس يعني لغتي كويسة، ما احتجت أحد يترجم لي، بس إنه في أشياء ما تحتاج حتى إنك أنت تفهمين اللغة، يعني مثلاً زي العلاج بالأصوات في أحد الحصص اللي كانت بالنسبة لي أكثر حصة كنت أستمتع فيها، اللي هي بالأصوات، بس الإنسان يعني اللي يعني كنا ننام بشكل دائري ويستخدمون الأصوات، هذه تساعد إنك أنت كمان تصلين ترتاحين. أصوات على أدوات يعني، أدوات شيء يطلع إيه صوت يعني بدل إنه صوت الشخص. إيه إيه. صوت موية، صوت مطر يعني. حلو. إيش كمان كان في أشياء يعني، الأكل كان بشكل يومي، عندنا دورات في المكسيك، لا كان يمكن عطنا بس دورتين. خلينا نقارن الأطباء مثلا، سوري كملي عشان كذا شنو؟ عشان كذا انا حسيت فضلت دكتور لودي يعني وتايلند عن المكسيك. اي هذا هو كان سؤالي الثاني. اذا بنقارن الاطباء، فهو هناك دكتور كونتريراس طبعا معروف جدا في الوسط في وسط الطب البديل، ودكتور لودي ايضا معروف بنفسه يعني، ولكن خلينا نقارن التوجه، خلينا نقول لهم اثنينهم بالنسبه لك انت يعني، هذه تجربتك انت طبعا، اكيد في ناس بيكون تجربتهم مختلفه. سؤالك إيش التوجه؟ من ناحية خلينا نقول علاقة المريض بالطبيب، كان عندك هذه الطبيب وهذه الطبيب واثنينهم من نفس المستوى، اثنينهم معروفين جدا عالميا. أول شيء دكتور كونتيروس لأنه كان في عدد المرضى مرة كان كبير، فإذا أبغى أقابله لازم يكون في موعد قبل، ما كان في تواصل سريع،
دكتور لودي لا، حسيت كأنه واحد مننا موجود في المصح يدور، أي شيء أحتاجه ممكن أحكي معاه، وكان يعني كان مركز على جميع النواحي، يعني كيف حالتي النفسية، حتى يعطيك نصايح مو بس يعني يعطيك نصايح حياتية يعني، فاستفدت منه كثير. فدخلتي معاه في نقاشات نفسية يعني مثلاً، هل عنده هو هذه التوجه مثلاً؟ إيه دخلنا في نقاشات نفسية، لأنه هو كل ما يقعد معي يسألني إنه أنتي مبسوطة هنا، مرتاحة، هل لأنه حتى لما يشوف أنت ما أنتي ما هو عاجبك الأكل ما يحس إنك حتستفيدين. إذا أنتي مثلاً تحسين إن العصيرات صيام العصائر بالنسبة لك مرة صعب، نفس الشيء ما حس ما يح يعني يحس لازم أنت تكوني مقتنعة عشان تستجيبين للي. فدائماً أحس يركز على النفسية، حتى قال لي أنا مثلاً أنا اقترح علي إني أسوي واتر فاستين مدة طويلة، صيام الماء يعني قصدك؟ إيه صيام الماء، وسويتها، بس كان يبغاني أسوي فترة أطول. حس إنه أنا ماني مستعدة مرة، قال لي لم يأتي أنت مستعدة، يمكن أحسن تسوينها بعدين. فعجبني كيف يفهم، يعني يفهم يعني يفهم المريض اللي قدامه. وش كثر الفترة اللي قعدتي فيها في تايلاند؟ 6 أسابيع. هو طلب مني أقعد 8 أسابيع، بس حسيتها مرة صعبة علي، يعني 8 حسيت مرة طويل للفترة علي، فقلت له إيش أقصر مدة ممكن أقعدها يعني أكمل فيها كل الخطة اللي أنت تبغاها مني. قال لي أقصر مدة 6 أسابيع، فأنا قعدت 6 أسابيع ومشيت على البروجرام حقه. هو كان مقترح لي طبعاً العلاجات الوريدية بالإضافة إلى اللي هو low doses of chemo، اللي يعطيك كيمو بس النسبة مرة ضعيفة. بس رفضت، يعني رفضتها، يعني ما فضلت إني ما أخذها، قلت أنا حابة أجرب من غير وأشوف كيف الريزلت حتطلع، كيف النتائج. يعني هو على أساس إنه يعني إن إذا يعطونك الكيمو بجرعات كل جدا مخففة يقدرون يقتلون الكانسر بدون يقتلون الخلايا السرطانية أو الأورام بدون ما يقتلون الجسم ايضا في نفس الوقت، يعني فهو يعطيك الوريد، الفيتامين سي، البي 17، الاكل يكون صحي، التامل وكذا، وفي نفس الوقت يهاجم السرطان. نعم، يعني هذه كلها العلاجات الوريديه تساعد انه اذا اخذت الكيمو ما ياثر عليك زي اي شيء ثاني، لو دوز اوف كيمو. يعني كانت العلاجات الوريديه حتى في بالكركم، هذا ما كان موجود بالمكسيك، فكان يحط لي الكركم عن طريق الوريد، وطبعا البي 17 فيتامين سي، وغير كذا كان في تنظيف قولون يعني مرتين بالاسبوع، وهذا كمان ما كان موجود في المكسيك. وانا احس تنظيف القولون مره يعني مهم عشان تنظفين جسمك، اي عشان وانت قاعده تسوين العصائر وتنظفين حتى الخلايا السرطانيه يكون في لها مخرج سريع من الجسم، ما ترجع مره ثانيه في التدوير. انزين، سؤالين. السؤال الاول هو ليش رفضتي الكيمو؟ رفضت الكيمو أول شيء لأنه حسيت أخذت أنا low doses of كيمو في المكسيك، وأحس ممكن يعني حسيت أبغى أجرب من دون. أول شيء حبيت أجرب من دون low doses of كيمو. ثاني شيء في دواء أنا اقترحوا لي حتى المكسيك، هو دواء conventional يعني بالطب الحديث، بس مناسب لحالتي أنا. أول شيء ما يأثر على الجسم، يعني مو زي تأثير الكيمو. ثاني شيء يرفع الجهاز المناعي، فأحس لو بعرض جسمي الأدوية بأخذ الدواء اللي اقترح لي إياه المكسيك، ما أدري، أحس بفضله أكثر عن اللو دوز الكيمو. اللي هو أوكي. أي هذه الدواء اللي قلتي لي عنه، صح اللي هو على أساس دواء يقوي المناعة يعني في نفس الوقت. يرفع يقوي الجهاز المناعي ويقتل الخلايا السرطانية، بس من غير ما كمان يضر الخلايا السليمة. اوكي، السؤال الثاني هو من كل العلاجات بالوريد، خلينا نقول اللي خدتيها، خدتي بي 17 وخدتي فيتامين سي وخدتي الكركم بالوريد، هل كان في منها اصعب من غيرها؟ يعني هل كان في من هذه العلاجات اللي تحسين تعبتي وانت تاخذينها؟ لان عارفه ان يعني ما بين الناس تاخذ انطباع على ان هي راحت مصاح وقعدت 6 أسابيع مرتاحه وبس اشياء تدخل في الوريد وخلاص الجسم يتشافى، لازم يكون في صعوبات يعني، صح؟ لا ابدا، هو صدق يعني اذا احد بياخذ قرار الطب البديل لازم يكون عنده قوه اراده،
لأن علاجات طويلة، يعني كنت أقعد في اليوم تقريبا كنت أقعد 4 ساعات كلها علاجات وردية وبشكل يومي يعني. فيحتاج إنه أحد صدق يعني صبور ويقدر يسوي كنترول، حتى لأنه يعني إنك تصومين عن الأكل وتصومين عن أشياء كثيرة أنت كنت تاكلينها قبل يمكن ما يكون أسهل شيء، فيحتاج إرادة. الحمد لله ما أحس كان في يعني دوخة أو شيء بعد ما أخذ يعني العلاجات الوريدية، ما أحس كنت أحس بدوخة أو تعب. بس يمكن الكركم هو أكثر شيء كان متعب بالنسبة لي، لأنه ينزل نسبة سكر الدم وأحس بدوخة. وهنا أنت تكونين عند خيارين، يا يعني أنه تاخذين صحن فيه فروتس عشان يرفع شوي سكر الدم، أو تقعدين من دون. طبعا دكتور لودي قال لي أحسن أنك ما تاخذين. فأنا بالنسبة لي بس أنت في ذاك الوقت على ماي ولا على عصائر؟ لا، لما كنت أخذ الكركم كان بديت بالكيتوجينيك دايت، اللي هو فيه أكل يعني. اي بديت أكل. اي فشنو يعطونكم أكل مثلا؟ الأكل كان تقريبا 80% منه اللي هو healthy fats، اللي تكون أفوكادو، كنا نأكل أفوكادو. اي الزيوت المفيدة في ايه في غير الأفوكادو شنو مثلا؟ مكسرات، أفوكادو مكسرات، وكمان جوز الهند. ف صدق يعني أغلب الأكل كان عبارة عن هالأشياء، وطبعا خضار. طبعا ما في لحوم، ما في خضار في هيئة سلطات يعني، ولا خضار مطبوخة ولا نية؟ لا، أغلب الأكل يكون ني، حتى لو مطبوخ يكون مطبوخ شوي عشان ما تفقد قيمته الغذائية. فهذا كان الأكل يعني. فهو على أساس أنه ما في أي نسبة من السكريات ولا النشويات عشان الجسم يبدأ يقتل الخلايا السرطانية اللي هو دخلتش في الكيتوجينيك. إيه، إنه نسبة الكارب تقريبا صفر. فهذا هو، يحاولون قد ما يقدرون إنه يغذون الخلايا السليمة. فلما ينزل عندك السكر، ولما الكركم ينزل السكر ويخيرك ان تاخذين فواكه او لا، فهو يقول لك ان لا تاخذين فواكه عشان ما ترجعين السكر، عشان ما تطلعين من اذا تقدرين لا تاكلين الفواكه. وشنو الحل الثاني؟ بس التمرين دايخه يعني طول اليوم؟ لا، هو خلاص وقت ما يخلص العلاج ترجعين طبيعي، او حتى اذا ليت تاكلين انك تكونين وانت تاخذين علاج الكركم تكونين صايمه اصلا، ما راح في اي شيء. وقت ما تخلصين العلاج يعطونك أكلك العادي. فإذا أكلتي يرتفع سكر الدم، فهذا بعد تشالنج إنك تشوفين صحن فروتس قدامك تقررين إيه لا. طبعاً أكيد يعني قرارك كله كان صعب يعني، ما شاء الله عليك. فالسؤال اللي على بالنا كلنا نتائج. نبي نعرف النتائج. يعني أكيد اللي بيسمع الحين احنا حاطين يمكن في بالنا فكرة عن القصة اللي نبي نسمعها يعني، فنبي نسمع القصة الحقيقية اللي صارت في حالتك. اوكي، انا لما رجعت تقريبا بعد 3 أسابيع سويت سكانز، فالحمد لله، وانا يعني واحد من الاورام صغر حجمه، بس اغلب الاورام كانت ستيبل، ما تغير الحجم. ففي تحسن، بس تحسن يعني بطيء. اي، وفي ذاك الوقت انت لما كنتي هناك سويتي صيام الماء ايضا؟ سويت صيام الماء، اي سويت 10 أيام تقريبا. 10 أيام على ماء فقط. اعطينا تجربتك في هذه، لان مؤخرا سويت معاه مقابله مع الدكتور وعرضتها على يوتيوب عن صيام الماء، فاكيد في ناس تبي تعرف تجربتك انت. انا شخصيا ما جربته الى الان، ولكن بنعرف 10 أيام على ماء فقط، يعني أولاً شنو شعورك، شنو طاقتك؟ هو أصلاً أول شيء البروغرام الأساسي المحدد هو 3 أيام واتر فاستينج، بعدين صيام عصائر لمدة 10 أيام، بعد كذا الكيتوجينيك دايت اللي هو فيه دهون مفيدة عالية. لما حكيت مع دكتور لودي قلت له إنه أنا أبغى أطيب وكذا، قال لي ما في شيء زي الواتر فاستينج، فسوي قد ما تقدرين. إيه.
قال لي هو يحب صيام الماء هو بالذات يعني. هو مؤيد، اي مؤيد، يحس انه اذا سويتي صيام ماء ما حتحتاجين لاي شيء من هالعلاجات، حتى العلاجات الوردية ما يحسها مهمة اذا بديتي بعلاج الماء، صيام الماء عفوا. فأنا لما حكيت معاه قال لي اقل مدة واحسن مدة اللي هي 21 يوم. قلت له لا مستحيل اقدر وكذا، انه بجرب اسبوع، بجرب بس اسبوع وما اتوقع اني اقدر. حتى قاعد يقنعني، قال لي الا راح تقدرين. فهو صدق، هو هيئني نفسيا وشجعني اني ابدا واشوف. قلت له خلاص ما احط في بالي، انا بشوف الى وين اقدر اوصل. فعلى طول ما بديت واتر فاستنج، على طول بديت عصائر عشان اهيئ جسمي. سويت 3 ايام عصائر، بعدين بديت بالصيام الماء. طبعا اول 3 ايام شوي صعبه، انه حسيت بدوخه صداع، وكان في جوع شوي اول 3 ايام، بس بعدين اول ما تدخلين اليوم الرابع تسهل الفتره. اللي لاحظته على نفسي بشرتي، لما وصلت اليوم السادس بشرتي بدأت تطلع فيها حبوب يعني. واستغربت، أنا تخيلت إن مع الواتر فاستنج إني ما أكل شيء، تخيلت إن بشرتي مرة بتصفى. لما سألت دكتور رودي قال لي شوفي هذه كلها سموم قاعدة تطلع من جسمك، يعني كان صديق بشرتي تغيرت 180 درجة. فقلت، فهنا استوعبت إنه صديق أحتاج ديتوكسين وصديق أحتاج الواتر فاستنج. فالحمد لله كملت، يعني كملت 10 أيام. حتى بخلال هال10 أيام سافرت، يعني بالويكند إحنا كان في ويكند ما يكون في تريتمنت، فقررنا إن نسافر عشان ننسى الأكل. يعني كان بدون مبالغة، كل ما أدخل غرفتي أمسك الجوال وأتفرج على صور أكل، أفكر إيش باكل إذا رجعت للبيت. ف يعني إيه مرة تصير تشتهين كل شيء، ما في جوع بس في تشتهين تأكل. بس الحمد لله يعني كملت 10 أيام، بعدين دخلت في الكيتوجينيك دايت. فتحسين أنها كانت تجربة جيدة؟ يعني هل تحسين أنها ممكن تعيدينها؟ هل تحسين خلاص توبة ولا؟ لا يعني إذا 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 رجعتي والنتائج كانت بسيطة، خلينا نقول يعني التحسن كان بسيط، الحين لما ترجعين تفكرين تقولين هل كان يسوى؟ أحس إيه، بغض النظر أحس أنا جسمي يحتاج تنظيف، يعني أحس كأني سويت، يعني بالعكس أحس لو برجع رح أسوي يعني مدة أطول، حاول إني أسوي مدة أطول زي ما قال 21 يوم. بس أنا كان اللي مخوفني إن نحفت مرة وأنا كنت أوريدي ناحفة، فهذا شيء كان مخوفني. وكمان علق قال لي على وزنك لا تشيلين هم الوزن، الوزن مو مهم الحين، as long إنه أنت ما يعني ما وصلتي مستوى الخطر، فتدرين تسوين أكثر أيام أكثر. فلا أحس أعيد التجربة بالعكس. وشنو الأشياء اللي ممكن بتغيرينها لو بترجعين؟ مثلاً خلينا نقول لو يرجع الزمن الحين في تايلاند، هل تحسين الحين لما تعرفين أنت حالتك حالياً، هل تقولين إنه صح أنا كان لازم أقعد 8 أسابيع مثل ما اقترح بس أنا قعدت 6؟ هل كان لازم أسوي صيام الماء مدة أطول لأنه اقترح؟ يعني شنو أفكارك؟ شنو اللي يدور في بالك حالياً؟ أنا جاء في بالي شيئين، إنه هو يا ليتني سويت 21 يوم صيام الماء، لأنه سهل تسوينه في مصح. يعني أنا جربت أسوي 3 أيام في الرياض، صعب لأن الناس حوالينك والبيئة ما تساعد، هناك بيئة مرة تساعد إنك تسوين، وكثير ناس يسوون واتر فاستنج، حتى ناس ما هم مريضين بس حابين يسوون واتر فاستنج، يا يعني انهم ينحفون او ينظفون جسمهم. ف احس ممكن لو يعني لو قعدت 8 أسابيع زي ما اقترح وسويت واتر فاستنج اطول. وانا كمان من الاشياء اللي احبها في دكتور لودي انه يقول لك 8 أسابيع مبدئيا، بعد 8 أسابيع بيسوي لك سكانز ويقول لك كم تحتاج تقدرين زياده. فهذا هو عجبني، إنه في مدة كافية إنه يصير تغيير يعني. هذا كمان من الأشياء اللي عجبتني دكتور. زين خبرينا عن الناس اللي كانوا معك، يعني أنت تشوفين تطورك وتحسنك في ذاك الوقت، تعرفين شعورك، بس ماذا عن الحالات الثانية؟ هل كان في حالات سرطان معك تشافت تحسنت أعراضهم تغيرت؟ خبرينا عنهم.
إيه في حالات مرة يعني كانت فرحتني صراحة، لأني شفت التغير قدامي أنا. واحدة من المرضى اللي كانوا معانا كان فيها بريست كانسر، كان منتشر يعني في العظم، في الرئة، في الرأس، سرطان الثدي عندها. سرطان الثدي. فهي قعدت تقريبا شهر ونص، وهي تبعت النظام اللي اقترحه دكتور لودي، اللي هو low doses of chemo، وأخذت كل العلاجات الوردية، وما سوت water fasting كثير، أتوقع سوت بس 5 أيام لأن ما ناسبها. فأنا عجبني إنه مو كل أحد يقترحه اللي يسوي، يتابعون حالته كل يوم. فبعد شهر ونص سوت سكان، كنا كلنا حتى اللي موجودين متحمسين نعرف النتيجة وكذا، والحمد لله يعني كان في تحسن أكثر من 50%. التومر اللي في العظم تقريبا خف أكثر من النص، اللي في الرئة كمان راح اختفى، كان باقي بس اللي بالرأس. فاقترح عليها الدكتور أنه تقعد كمان شهر زيادة. فالحمد لله هذه من الحالات اللي مرة فرحتني. في حالة ثانية كان حالة ميؤوس منها مرة، لأنها كانت ستيج 4 ومنتشر في كل جسمها، ودكتور لودي نفس الشيء قال لها أنت يعني ما في إلا واتر فاستينج، يعني لازم تسوين واتر فاستينج ولازم تسوينه تقريبا 42 يوم. ونفس الشيء سوت الواتر فاستينج، كملت المدة كلها، ولما رجعت بلدها وسوت السكان صارت كانسر فري، ما فيها كانسر. أوف، من ستيج 4؟ من ستيج 4 على صيام ما؟ صيام ما تقريبا 41 يوم. بس هذه الحالة، أنا يعني هذه الحالة لما سمعت خبر إنه راح منها الكانسر كومبليتلي، رجعت لحياتها أول، بدأت تاكل أكلها الأول وكذا، ورجع لها مرة ثانية، ورجعت سوت واتر فاستنج مرة ثانية. فهذا هو يعني الكانسر ممكن يروح بسرعة، بس لازم تحافظين على نظام غذائي، على نظام صحي، يعني مو بس أكل، حتى كيف متى تنامين، نفسيتك، هذه كلها أشياء مهمة تغيرين في حياتك. وهذا اللي تسمعينه دائما، انه بكل سهوله تقتلين الخلايا السرطانيه، يعني اذا بتملين الجسم كيماويات ايضا بعد بتنقتل الخلايا السرطانيه وبتروح، ولكن سبب رجوعها هي البيئه اللي انت مهيئتها لها في الجسم، يعني من اكلك، من تفكيرك، نمط الحياه، القرارات اليوميه اللي تتخذينها. فممكن انه يروح بالكيمو، يمكن انه يروح بالبديل، بس عشان ان انت توصلين على هذه التشافي لازم تكملين. ف حلو انه يمكن قصتك يعني تعطينا فكرة عن انه هي رحلة، هي مو بس قصة شفاء، هي رحلة شفاء، وعشان كذا احنا نسميها رحلة تشافي، عشان نشوف ان رحلتك ما انتهت الى الان. يعني فسؤالي لك، انه لما رجعتي الرياض وسويتي السكانز وطلع ان بعضها قل وبعضها ما تحرك، فهو طبعا حلو ان الواحد يشوف ان بعض الاورام ما تغيرت، بما أنها هي طافت بعض الأشهر وهما كانوا قايلين لك لازم كيمو ولازم كذا وما تحركت، هذه بروحها مؤشر جيد، ومؤشر جيد أن بعضها قل حجمها أيضا. ولكن أكيد أن أنت صار فيك بعض الشكوك، يعني في وقت أنت راجعة، وعلى أساس ماديا حتى صار في فلوس كثيرة في مصح قاعدة فيه بالأسابيع، فالواحد أكيد عنده تعلق ولو بسيط أو ممكن حتى كثير بالنتائج. أنا كان في شوي يعني أكيد يعني متأملة إنه كله يعني أسمع نتيجة أحسن من كذا، خاصة إنه يعني طولت يعني فترة أول شيء طويلة، سويت أشياء ما تخيلتني أسويها، يعني واتر فاستنج، يعني تعبت، ما كانت فترة سهلة، يعني صح إنها تجربة حلوة بشكل عام بس ما كانت سهلة. كمان كنت بعيدة عن أهلي، كنت في بلد جديد ما قد رحت له، فكنت راجعة و متأملة إنه خلاص ما في شيء، وكنت خلاص تعبت، يعني وصلت المرحلة اللي أبغى أسمع خبر إنه ما فيني شيء عشان أرجع، يعني مو أرجع لحياتي أول بس خلاص عشان أرتاح، يعني وقف تفكيري، أوقف إنه إيش بسوي بعد هالخطوة. بس الحمد لله ذكرت نفسي إنه أنا تقريبا صار لي 9 شهور موقفة كيمو، 9 شهور موقفة كيمو، والحمد لله يعني ما ساءت الحالة. فهذا أحس إذا دل على شيء يدل إنه في وقت إن الواحد يقرأ ويقرر يستوعب إذا بدأ بنظام صحي.
إذا يعني أحس يعني إذا في أحد يسمعنا الحين ومحتار، أحس أول شيء المفروض يسويه يبدأ عصاير، يبدأ يقرأ، لأن صدق ونس ما الواحد يقرأ، ونس ما الواحد يبدأ هو من نفسه يدور، يصير عنده قوة ياخذ قرار. فأنا نرجع للريزلت، أنا لما طلعت النتيجة رسلتها للدكتور لودي. دكتور لودي اقترح اني اخذ الدواء هذا النيفولوماب، الدواء الجديد، ونفس الشيء دكتور كومنتيروس في المكسيك من اول كان مقترح لي بس ما اخذته. فالحين بديت اخذ هذا يعتبر يعني يعتبر دواء مناعي، اللي هو يقوي الجهاز المناعي، مع الالترناتيف ميديسن. لسه اخذ فيتامين سي، لسه اخذ بي 17، لسه اكلي نباتي، يعني أكل صحي نباتي، وأحاول قد ما أقدر أسوي عصيرات خضراء. تأخذين الفيتامينات بالوريد ما زلتي؟ لا، الحين أخذها عادي، حبوب. حبوب، أي. لأن ما هو موجود في السعودية علاجات وريدية. أي أي. فتحسين إن من ناحية، لأن إحنا في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن تبرير هذا الاتجاه للأهل. ان الله يخليك عطني فرصه، انا هذا الاتجاه اللي ابي اتجهه. فهل تحسين ان النتائج اللي حصلتيها او التجربه خلينا نقول عجبتهم، ولا حسسوك ان لا انا هذه كان ما يسوى؟ لا، انا احس يعني اول شيء لانه اهلي متوقعين اني بروح وبرجع ما في شيء، واصلا يعني أنا أحس بعد التجربة الثانية حسوا خلاص إنه عطوا الطب البديل فرصتين وما هم مقتنعين. يعني الحين خلاص أحس يعني هذا كمان من الأشياء اللي كانت تزيد ستريس علي والضغط علي، إني أبغى أقنع أهلي إنه أنا صح. فأحس كنت أنتظر النتيجة مو بس عشان بس أطيب، عشان أثبت لهم إنه أنا صح. صح، وهذه صعب. يعني أصلاً أنت تذكرين لما كنا نتكلم قبل كم أسبوع قلتي لي أنا رجعت بس أنا مو مستعدة أسوي الحلقة الثانية لأن نتائجي ما عجبتني كثير. فتكلمنا عن هالموضوع، يعني قلنا أنه بالعكس أنت يمكن قصتك هي القصة الحقيقية. يعني في أي علاج، في أي مرض، مرض السرطان مو شيء سهل. يعني الناس تحتاج بعض الأوقات سنتين ثلاث بالطب البديل أو حتى بالطب الحديث. إيه بالضبط. يعني فحلو أنه حتى نشوف أنه لميا ما زالت تحافظ على صحتها، ما زالت تبحث، ما زالت تجد حلول طبيعي، وقاعدة تجرب في روحها كل شيء عشان احنا نستفيد ايضا. فبالعكس يعني حسيت ان انت كنتي ضاغطة على روحك عشان اولا تشفين، ولكن اكثر عشان توريني يمكن الوالد ولا الوالدة ان انا كان قراري صح وانا تعبتكم حتى ماديا ونفسيا وكذا، ولكن نجحت وما صار. ولما ما يصير هذا النجاح انت التعبين، وكنت تبين تثبتين شيء لي انا كأنه يعني. كأن للمشاهدين احنا نبي ننهي الحلقة خلاص، وكأن خلصنا حياة لميا. خلاص لميا مرضت وشفت والطب البديل هو الأفضل، والإجابة هي ان ما في شيء بهالسهولة. يا ريت يعني، بس احس يعني لو انا اللي عجبني انه انا سمعت من مدرستين، سمعت من الطب الحديث وسمعت من الطب البديل، واخذت القرار اللي يناسبني. يعني اخذت الدواء اللي نقول اللي جاء من الطب الحديث، بس لأني استوعبت إنه ما حيأثر على صحتي فأخذتها مع الطب البديل. يعني أهلي دائما يحسون إنه أنا ضد الطب الحديث تماما، أنا ماني ضد، بس أنا أبغى شيء يناسبني أنا، شيء ما يأثر على صحتي. في خيارات كثيرة ممكن تشفيك من غير ما تضرين جسمك يعني. وأتخيل يعني الأشياء اللي تعلمتيها في هذه السنة أو السنتين اللي طافوا، يعني ممكن حتى تدخلين أنت في هذا المجال بنفسك. يعني هل تحسين عندك يعني أكيد معلوماتك زادت صح؟ كثير كثير. اللي أقارن نفسي أول والحين مرة معلوماتي تغيرت. يعني أول فكرتي عن الأكل الصحي اللي هو الأكل اللي ينطبخ في البيت، أي شيء ينطبخ في البيت هو صحي، إنه ما أكل جنك فود. الحين لا، يعني غير مرة تغير. يعني صار عندي الحمد لله صار عندي معلومات، ما تخيلت إنه يصير عندي معلومات كذا وأتغير 180 درجة خلال سنة تقريبا. وهل أثر هذا التغيير على اللي حوالينك أيضا؟ هل غيرتوا كل شيء في البيت ولا هذه أكل لميا وهذه أكلنا؟ في تغييرات بسيطة، يعني الآن في أكل لميا وفي أكل أهلي،
بس في تغييرات بسيطة. يعني مثلا أقرب شيء في رمضان أهلي كانوا يشربون شوربة وفيها شيء معدل وراثي، فقلت لهم ليش ما نستبدل بشيء يعني عضوي وشيء أصلا من الطبيعة اللي هو الشعير، وسووا نفس الشيء بالضبط بس نستبدله ونحط شعير بدالي. ما اقتنعوا أول شيء، فصاروا يسووا لي شوربة وهم شوربة. أول شيء بابا بدأ يأكل عجبه، قال خلاص سووا لي من شوربة ثمية، حتى في البيت صاروا يسمونها شوربة ثمية. بعدين خلاص تكنسلت الشوربة حقتهم على آخر يمكن 10 أيام في رمضان، صاروا يسوون شوربة الشعير. فهذا من التغييرات. السكر انشال من البيت الحمد لله، يعني صرنا نستخدم سكر القصب. فهذه تغييرات بسيطة. الحليب أبغى أطلعه بس إلى الآن ماني قادرة، والحين وصلت لمرحلة اللي صدق ما أقدر أغير أحد، أهم شيء أغير نفسي ويمكن يجي التأثير مع الوقت. وهل تحصلين انتقاد من المجتمع الأبعد خلينا نقول، يعني عائلتك أوكي فاهمينك ويحبونك وهذه، بس هل تحصلين انتقاد من ناحية الاتجاه اللي اتخذتيه، ولا مثلا لمية ضعفانة مأثر عليك كذا شكلك كذا، ولا إيه على النحف؟ يعني إحنا مجتمعنا ما يحبون النحف، يعني يحسون مع أنه أحس حلو عليك كيري شكرا لازم تأكلين. يعني حتى دكتوري يعني دكتوري في المستشفى في الكونفنشن الطب الحديث كان يقول لي لا كلي شاورما كلي همبرجر اسمني خليكي يعني. فأنا جف بالي كيف الواحد يعني الحين إنسان الصحي اللي ما فيه أي مرض، الشاورما والبرجر هذول اثنين أكثر شيئين مو صحيين ممكن يضرهم. فأنا هذا اللي ضيق صدري، هذا اللي خليني أطلع من المستشفى وأنا أقول أوكي أنا هذا الكلام قالي الحمد لله أنا عندي معلومات اللي ما تخليني أسمع كلام. في ناس الحين قاعدين يتعالجون كيمو وقاعدين يحتاجون إنه يأكلون أشياء تقويهم شوي، كيف متأكدة إنه قال لهم نفس الكلام إنه عادي كله سكر سكر ما حيغير شيء؟ فبس يعني أنا أتمنى صدق، أحس صعب إن الدكاترة يصير عندهم وعي بالغذاء، بس أتمنى أي إنسان يعني سواء اختار الطب الحديث أو الطب البديل لازم يروح لأخصائية التغذية، لأن الغذاء أحس شيء أساسي، شيء أساسي سواء اتبع الطب الحديث أو الطب البديل. يعني أنا أحس اللي أشوفه فيك، لأن أنا كلمتك قبل الحلقة الأولى طبعاً، والحين صارت فترة بسيطة يمكن إحنا نقول نسبياً يعني، ولكن أحس إن عندك الحين قوة بالمعلومة. يعني تذكرين أنت قلتي لنا في الحلقة اللي فاتت إن knowledge is power، يعني المعلومات تعطيك قوة، اللي تحسين إن أنت كأن الواحد يبدأ يثق في نفسه مرة ثانية، يثق في جسده مرة ثانية. فهل تحسين هذا الشيء صار فيك فعلا؟ إيه صرت أخذ قرار يمكن ما صار عندي تردد زي أول. أول كنت أحس خلاص بسمع كلمة الدكتور وهي يعني الكلام الدكتور هو الكلام اللي أمشي عليه وما في كلام ثاني، وما كنت أحس براحة يعني كنت أخاف. الحين ما أخاف، الحين أعرف إذا هذا مو عاجبني بسوي شيء يريحني أكثر. و كمان أنا يريحني إنه أعرف، صرت أعرف ليه جاني كانسر. أول كان محيرني كنت ما أعرف أبغى أعرف ليه. يعني لما الواحد يعرف ليش جاء المرض، مع إنه أنا طبعا ماني متأكدة 100% بس في كم سبب أحس ممكن أغيرهم أحمي نفسي مرة ثانية. حلو الشعور إنك تريد تحمين نفسك إن شاء الله يعني. فأعطي المتابع مثلا، خلينا نقول إذا أحد قاعد يتابعنا الحين، شنو من الأشياء اللي ممكن أنت استنتجتي بعد هذه الدراسات اللي دخلتي فيها والمعلومات والتجارب، ممكن أن تحسين أنها هي مسببات سرطان ممكن هما الحين قاعدين يسوونها وهما ما دارين، كمثال يعني بعض الأمثلة؟ أنا في شيء ما كنت أدري بأهميته صراحة قبل، يمكن ما حسيت بأهميته إلى قريب، اللي هو العامل النفسي. صدق يأثر. يعني حتى بتايلند لما أي أحد أقعد معه بدون مبالغة أسأل إنه كيف كانت الحالة بالضبط، لازم يكون في شيء ميجر صار بحياتها، شيء يعني واحدة من الحالات لما سألتها إنه كيف كانت نفسيتك قبل، كانت جدا سيئة، إنه أنا بنتي جاها كانسر جدا حزينة وكنت أتمنى إنه المرض هذا يكون فيني ولا فيها، ومرت يعني فترة جدا صعبة، وبعد كذا جاها هي الكانسر بعد بنتها، يعني من كثر ما هي حزينة على بنتها. وكمان في حالة ثانية نفس الشيء، يعني
كان عندها مشاكل مع أمها، مشاكل فكمان أثرت عليها. فأنا أحس العامل النفسي جدا مهم، إنك تهتمين بأكلك كمان جدا مهم، إنك تحبين نفسك، تعطين فرصة لنفسك إنك تفصلين من كل شيء. فهذه كلها أحس، يعني ما أدري، أنا الحين صرت، أول كنت أحس إنه 80% من الأمراض ترجع أسباب سوء تغذية، الحين أحس كمان 80% من الأمراض لها دخل بعوامل نفسية. فهذا شيء كمان كانوا يركزون عليه بتايلند، إنه لازم نفسيتك تكون كويسة، لازم يعني تتأملين كل يوم، التأمل جدا يساعد. فلو بنصح أحد الحين، بنصح إنه يراجع، يسوي مراجعة لكل علاقاته، يشوف إذا في هو إذا في شيء موتره، يهتم بأكله، وكمان يمكن كمان يأخذ قرار هو مقتنع فيه. يعني لأن يعني مثلا لو نقول أنا أخذت قرار لو كملت في الطب الحديث وأنا ماني مقتنع فيه، ما حيستجيب جسمي. فلازم تأخذ قرار أنت من نفسك تكون مقتنع فيه عشان يعني يصير في استجابة. وما تتعبين من المواصلة على البرفكت، يعني إنه لازم يكون أكلي عادل، لازم يكون تأملي صح، لازم تكون نفسيتي صح، لازم تكون علاقاتي صح. ما تحسين توصلين مرحلة في حياتك اللي تقولين خلاص تعبت إنه يكون كل شيء صح؟ لا لا لا، جداً متعب، جداً متعب. وهالأشياء كلها ممكن تسبب لك كمان يعني ضغط نفسي ثاني. أي يعني خاصة إحنا مثلاً، أنا الحين جتني فترة إنه أطلع أرجع من العزيمة بدري عشان أنام بدري، لأنه إذا نمتي بدري أحسن من جسمك. إذا رحت أي جمعة أهل أو شيء، أكلي لازم يجي معي، فلازم أرتب أكل معين. فهذا أول فترة كان بالنسبة لي عادي، بس بعدين وصلت المرحلة خلاص طفشت، أبغى أروح الجمعة من غير ما أفكر إنه لازم أجيب معي أكل، لازم كذا. فحتى الحين يعني حتى الحين قبل لا نبدأ بالمقابلة كنت أقول لك ما أحس حماسي. فطبيعي إن الواحد يمر بحالات ما يقدر يسوي كنترول على كل شيء. أنا الحين صراحة وصلت لمرحلة اللي ما أبغى أفكر، يعني أبغى أخذ زي اللي بريك من كل شيء. فمتأكدة راح أرجع، يعني راح أرجع زي أول وأقوى من أول كمان إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. في عندك مصحات حاطة عينك عليهم كمستقبلاً؟ يعني وين الخطوة الثانية؟ لم يعني أعرفك، يعني أعرفك الحين كفاية إني أعرف إن أنت ما وقفتي بحث. صراحة ماني حاطة في بالي مصحات قد ما إنه حاطة في بالي أشياء راح أجربها. مثلاً يعني زي عشبة العلندة اللي قد حكيت لك عنها، هي قاعدة تصير دراسات عليها في مستشفى التخصصي عندنا. يعني حتى اللي يسويها الدكتور كبير، يعني اكتشف كثير حالات شفيت بس من العلندة، وأنا ما عطيتها وقت كافي. يعني كنت بمرحلة أبغى أجرب كل شيء وأبغى أشفي نفسي بأسرع وقت. فبكمل على العلندة، بكمل على علاجات الوريدية. أنا رايحة مكان قريب كمان عندهم علاجات وريدية، فقصدي أي فرصة تصير لي أروح مكان عندهم علاجات وريدية اللي هي فيتامين سي بي 17 راح أكمل. للأسف هنا كمان ما في تنظيف قولون، فكمان إذا جتني فرصة وسافرت راح أسوي تنظيف قولون. ما فكرتي تسوين تنظيف القولون في البيت أو حقنة القهوة اللي كنتي تسوينها في المكسيك؟ لسه أسوي حقنة القهوة كل يوم، بس أوكي. ما أحس تنظيف القولون. فهذا مبدئيا، هذه خطتي مبدئيا، أجرب أشياء كنت بجربتها أول بس أعطيها فرصة أطول. راح أعطي الدواء نيفولوماب فرصة، وأنا عندي يعني عندي أشعة بعد تقريبا شهرين ونص، فإن شاء الله الحلقة الثالثة. وأحس لو برجع لدكتور لودي، يعني أحس لازم أركز مع دكتور عارفني وكذا. لو برجع لدكتور لودي، بس أنا في نقطة يعني أنا لاحظتها ما أعرف إذا هي صح أو لا، أنا العلاج هناك جدا كان مكلف، يعني جدا ما تخيلت. يعني لو بقارن طب حديث وطب بديل تقريبا نفس التكلفة. وأنا دائما كنت حاطة في بالي إن الطب البديل يعني مو مكلف، وأحس يمكن
ما في استغلال، حرام أنا ما أبغى أقول استغلال، بس إنه في علاجات أخذتها أحس يعني جدا مكلفة ولقيتها في مكان ثاني أرخص، فأحس لازم الواحد ينتبه من هالناحية. صح، هذه نقطة حلوة بالعكس، يعني زين إنك وضحتيها. وشيء ثاني هو أيضا إنه مو كل الناس ارتاحوا لهذه الطبيب، يعني تعرفين أنت يمكن أنت تجربتك إيجابية فيقولون لي أوه فلانة راحت وانتفعت إذا بروح نفس الطبيب. فأنا دائما أقول لهم أنتوا سووا مقابلة مع الطبيب، كلموا الطبيب، أرسلوا له أوراقكم، شوفوا هو إيش يقول. مثل ما أنت تنططتي بين مكان لمكان لما حصلتي المكان اللي ارتحتي له، مو شرط لم يرتاحت له معناته أنتوا بترتاحون له يعني. وهذا طبعا صعب إن واحد يشرح النقطة هذه، ولكن جدا مهمة. مو شرط إن هي عجبها مصح تايلاند إن كل الناس بيعجبهم، لأن أنت حتى ابتديتي في مكان مختلف يمكن نسبيا كان بالنسبة لك تايلاند أحلى من فهذه النقطة اللي بس بوضحها الحين على يعني قبل أن ننتهي من الحلقة، إن اللي نفع لميا مو شرط بينفع الكل، ولكن اللي يعجبني فيك لميا إن بحثك مستمر، شغفك للمعلومة مستمر، أنت ماخذة بزمام الأمر، هذه صحتي أنا بقرر الاتجاه، وحتى إذا برجع الطب الحديث بيكون بقراري أنا، مو قرار عن خوف، قرار عن علم عن بحث. لازم تسألين كمان إيش يعني، تسألين كل شيء راح تاخذينه يعني. فالحمد لله، الحمد لله اللي وصلت لهالمرحلة. لو أقارن شخصيتي أول والحين الحمد لله في تغيير أفضل يعني. أي لا، مبروك عليك صحتك يا لميا، وإن شاء الله منها للأعلى، وإن شاء الله تتعلمين وتعلمين معاك. يعني أنا أتخيل يمكن في المستقبل تكونين أنت قاعدة في مكان المحاور وتحاورين الأخصائيين والله ما تدرين يعني. فإحنا في الحلقة اللي فاتت حطينا إيميلك وبنحطه مرة ثانية اليوم. الله يعينك على الاستفسارات وعلى الإيميلات، ولكن فعلا أقدر لك وجودك معنا. يعني أحب فيك أن أنت مستعدة حتى تجاوبين بعض الأسئلة، لأن أتخيل، ما أعرف طبعاً، بس أتخيل أنك تنهال عليك أسئلة كثيرة، لأن المعلومات اللي تكلمنا عنها اليوم غير موجودة باللغة العربية للأسف، وهذه اللي إحنا قاعدين نحاول أن نوصله، أن في ناس قاعدة تشفى وفي ناس قاعدة تبحث وفي ناس قاعدة تتحسن حتى نفسياً ومجتمعياً وكل شيء يعني من هذا المنظور. إيميلها موجود، حطوا لها أسئلتكم في التعليق، وإذا تحبين تتواصلين معاهم تردين عليهم على راحتك أنت، ولكن في التعليقات أيضا بتقرين التعليقات صح في الحلقة؟ أي أكيد إن شاء الله. أي أكيد. أي خلاص، لم يتقرى تعليقاتكم إن شاء الله، فاسألوها، تجاربها جدا ثمينة وراحت كذا ما صح، ومعلوماتك طبعا أكيد يعني الحين بس أتحاور معاك واضح إن أنت تعرفين أشياء كثيرة عن علاج السرطان بالطب البديل. مبروك عليك هذا التطور، وإن شاء الله منها للأعلى، وهذه مو آخر حلقة، أنتظر منك حلقة ثالثة أيضا في الوقت اللي تحبينه، تبين بعد شهرين بعد سنتين على كيفك، ولكن نبي نشوف إيش تعلمتي في هذه الرحلة بإذن الله. إن شاء الله. شكرا لك لميا، وشكرا لكم متابعينا، وإن شاء الله. شكرا حبيبتي، إن شاء الله يكون لنا حلقة جديدة مع لميا قريبا. شكرا لكم.